أنا مارديني تدخل القفص الذهبي، لقطات حصرية من زفافها وهوية العريس ستصدمكم. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية دانا مارديني بفستان الزفاف الأبيض، وفي التفاصيل ظهرت دانا إلى جانب الممثل اللبناني نيكولا معوض وهما يرقصان الرقصة الأولى في حفل زفافهما. بيعذبني وبيقهرني حب نار وحب جن. هذا الفيديو ليس إلا مشهداً تمثيلياً من مسلسل على الحلوة والمرة، وتحديداً من الحلقة الأخيرة منه، حيث تحل كل الأمور الشائكة بين ريان وفرح ويتزوجان بعضهما البعض. وارتدت دانا في الفيديو فستاناً أبيضاً بسيط ونسقت معه تسريحة شعر ناعمة ومكياجاً بسيطاً، أما نيكولا فقد ارتدى بدلة بيضاء جميلة. وقد تفاعل الجمهور مع الفيديو معربين عن محبتهم للنجمين ومبدين إعجابهم بهما. عبالي حبيبي أغمرك ما أتركك أسرق. وفي وقت سابق كان أيضا قد تصدر خبر زواج نيكولا معوض من باميلا الكيك حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضجت صفحات معجبي النجمين اللبنانيين بصور وفيديوهات من أجواء حفل زفافهما الضخم، والذي يأتي من ضمن أحداث مسلسلهما الجديد على الحلوة والمرة، والذي يشاركان في بطولته إلى جانب مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين. زين فيك أهلي. من جهة ثانية كان نيكولا معوض قد أعلن مؤخراً وزوجته مادلان عن انتظارهما لمولودهما الأول، وذلك بعد أشهر على زواجهما، وجاء أعلان الثنائي لهذا الخبر السعيد للجمهور على هامش حضورهما مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة المقامة حالياً. وجودك بحياتي هو مثل دليل على قد الله بحبني تيبعت لي حدا. وفي حديثهما لبرنامج NBC تريندينج تحدث الثنائي أيضا عن تعارفهما وقصة الحب التي جمعت بينهما، فقال نيكولا إنه التقى بالصدفة خلال مؤتمر للتبرعات لمساعدة اللاجئين مادلان التي كانت متواجدة في لبنان كمساعدة إنسانية للعمل مع اللاجئين على الحدود بين لبنان وسوريا. أما باميلا الكيك فقد فاجأت متابعيها في فترة سابقة أيضاً بخبر خضوعها لعملية جراحية جديدة بعد تعرضها لحادث وقوع تسبب بعدة كسور في قدميها السنة الماضية، ونشرت باميلا الخبر على حسابها الرسمي على إنستغرام من خلال صورة لها من المستشفى عبرت فيها عن مدى راحتها وعن كونها مستعدة للعملية بشكل جيد. Life sugar, girl, I'm off to get walk. When she want dark, told her meet me at the talks. When she leaves, I'll over there.